بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هناك نعم كثيرة جدا لا نشعر بها دعوني أتأمل معكم هذه النعمة العظيمة وكيف أشار إليها القرآن العظيم نشرت مجلة يو إس جورنال ساينس اكتشافا جديدا خلال الشهر السابع عام 2016 لكوكب غريب يدور حول ثلاثة شموس ويقول العلماء ان حركة الكوكب معقدة جدا لدرجة ان النهار يبقى مستمرا لمئات السنين ان مدة النهار على الارض تعد بالساعات ولكن على ذلك الكوكب يعد النهار بحدود 140 سنة اي اطول من عمر اي انسان على وجه الارض. اما سنة ذلك الكوكب فتبلغ 550 سنه ارضيه، سبحان الله! تأملوا ايها الاحبه لو ان الارض كما يدعي اولئك الملحدين الذين يدعون انها نشأت بالمصادفه، لو ان طول النهار فيها 140 سنه، يعني الانسان يخلق ويموت ولا ينتهي يوم واحد. او ليس يوم هو نهار فقط يعني تبقى الشمس مشرقة 140 سنة هذه الحقيقة أشار إليها القرآن دعوني أتأمل معكم قال تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ لذلك ايها الاحبه هذه النعمه تستحق منا ان نشكر الله تعالى على نعمه انه جعل اليوم والليل 24 ساعه بما يناسب احتياجات الانسان ولو كان النهار سرمدا او طويل جدا لاضطربت حياتنا ولم نعد نستطيع ان نستمتع بهذه الحياه بل ربما انقرض الجنس البشري والكائنات منذ زمن ولا نملك الا ان نقول الحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم انه الحق.